بتدعي نائبة المحامين ببيروت وبرعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى لإحياء يوم المحامي، يوم الثقافة، وافتتاح المعرض السنوي الأول لأعمال المحامين بتنظيم لجنة الثقافة ومشاركة المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان، الكونسيرفاتوار الوطني طبعا، وكورال الفيحاء الوطني. صباح الخير غندي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني بدنا نعرف شوي على اللي بده يصير قبل ما نحكي طبعا عن المعرض وعن المشاركات اللي رح بتكون موجودة، وحضرتك من بين المشاركين بمجموعة من اللوحات ومنشوف وين كمان اللي هو رح بيكون بمركز ببيت المحامي وحيكون في مشاركات. رح نحكي عن مشاركات بس شو هو هالحدث بالتحديد؟ هو كان مثل كل سنة بيعملوا يوم المحامي، لكن هيدي السنة تم تحويل يوم المحامي إلى يوم ثقافي لعرض إنتاج المحامين الفكري والقانوني والثقافي والأدبي والفني كمان. وكمان رح يكون في حفل مثل ما ذكرت، رح يشارك فيه الكونسيرفاتوار الفيحاء بالأناشيد وبعض المحامين الفنانين كمان، يلي في ناس بتعزف موسيقى، في ناس بترسم، في ناس بتنحت، في ناس بتعمل حرف. وأنا تم ترشيحي من قبل اللجنة، لجنة الثقافة بنقابة المحامين، لكون ضيف هيدي المناسبة كفنان عم بيعمل ورش. أنت الوحيد اللي من خارج نطاق المحاماة؟ صحيح. البرنامج كيف رح بيكون؟ يوم واحد ولا أكتر؟ يوم واحد. حيبلش من الساعة 2:00 بعد الظهر للساعة 8:00 المساء. أول شيء حيكون في الافتتاح الرسمي للكلمات والخطبة والبرنامج الفني والموسيقي. بيخلصوا منه وبينزلوا للطابق الثاني ليفتتحوا المعرض، معرض الأشغال والرسم والنحت والأشياء. أنا حكون مشارك بإنتاجي الفكري، الشعر يعني دواوين شعر، وإنتاجي الفني يعني لوحات زيتية، ورح يكون كمان كتالوجات عن الكهف الفنون. أوكي. رح يكون موجود، رح يكون عندي ورشة مباشرة بالنحت على الشمع والرسم الزيتي. هذا كله رح بصير بهالست ساعات بيوم المحامي اللي رح بتكون ببيت المحامي. مثل ما قلنا اللوحات شاركت فيها، اخترت مواضيع معينة ولا كانت لوحات من عدة لا، أنا معروف عني أني بشتغل على التراث اللبناني بشكل عام، وتحديدا التراث الدرزي. حضل على الأسلوب ذاته. ممكن طعم المعرض بلوحة هيك خارج عن لبنان، لكن كمان لوحة تراثية. وقت نحكي التراث الدرزي يعني هي مش عم تحكي منطقة تشوف ولا لا؟ التراث الدرزي ممكن يكون بالمنطقة العربية كلها. اللي هو مثلا في بالأردن، في بفلسطين، في بسوريا، بس نحكي تراث درزي. لكن يعني تراث الدرزي تراث البيئة اللي أنا عايش فيها، بشوف طبعا بقريتي بالجاهلية. هذه المسائل الثقافية اللي أنا عم بعتمدها من زمان، حفاظا على المشاهد اللي عم بتصير مفقودة مع الوقت. نحن بدنا هون إذا فينا بس نشوف، عم نشوف هذه اللوحة، عدة لوحات، إذا ممكن أندري إذا ممكن بس نبرم الشاشة شوي لعنا لنقدر نعلق شوي على الصور. مجموعة من الصور اللي رح بتكون هي مشاركة ضمن هالمعرض واللي رسمتها، يعني هيدي اللوحات صيدا مثلا جداريات كبيرة ولا لا؟ بهيدا المعرض حيكون عندي لوحات، أكبر لوحة متر ونص بمتر. الجداريات رح تاخذ مساحة كتيري، لكن أنا مشارك هالمرة مش بمعرض الانفرادي. خبرنا شوي هون عنا عن حرب تموز. مرقة اللوحة هيدي آخر إذا بدك الانفجارات اللي حصلت بلبنان، الاعتداءات الإسرائيلية. هيدي كمان امرأة جنوبية هون. وفي لوحات مثلا هيدي عن بيوت متروكة مهجورة كمان كتير. في تعدد المدارس بفن الرسم. هذا كهف الفنون، هذا مشهد طبيعي. هيدي صورة وهيدي صور. هيدي صورة للحديقة، حديقة كهف الفنون يلي أنا أسستها وأنشأتها. هيدي الصورة هلأ اللي عم نشوفها، هيدي مشهد رسم.
لناس كيف بتتعايش، كيف فيها الألفة هالمحبة. وهيدي كمان رسمة عن القلي، هيدي الطريقة البدائية يلي كلنا منعيشها. وهيدا سوق، هيدا مشهد سوق لصيدة. طبعا في أعمال أكتر من هيك حتكون مشاركة. هيدي مش صور أنت رسمها، هيدا من الخيال كله. لا لا، هني أنا مصور المشاهد، لكن في شيء بتشيل منه، في شيء بتزيد عليه. أيوة أوكي. لأنه في عدة تفاصيل نعم دقيقة ما فيك تألفها. نعم يعني كل قد ايه عندك لوحات تقريبا؟ عندي اليوم انا اللي باقي لانه انبيع منهم انا عندي اليوم حوالي 130 عمل. نعم. في شيء حوالي 70 ل 80 عمل هن بطلوا عندي لانه كلهم انبيع. في شيء تقدم هدايا. نعم. وفي شيء بعده موجود بكهف الفنون، لكن أهمية العمل بالتراث الدرزي تحديدا. نعم. هو توثيق المشهد. نعم. الدرزي قبل انقراض. بسمع، بعرف انه منك، وبسمع انه انت اذا بدك تقرر او تاخذ القرار انك ترسم. نعم. بدك تكون جاهز، يعني بكتير مطارح انت بتاخذ بريك، ما بتتوجه للرسم لأن تكون البال فاضي. لا تعيط لي، لا تعيط لك. كيف يعني؟ خبرنا. يعني انا ما بيجي للمنحوتة. نعم. ولا للقصيدة ولا للرسمة. نعم. إلا ما حس إنه عيطت لي، لأنه حكما إنك أنت اليوم كفنان لازم يكون في علاقة حميمية بينك وبين الريشة، بين القلم، بين الإزميل. يبقى يكون متفرغ لألا. بدك تكون متفرغ وبدك تجي بكل جهوزيتك. نعم. وإلا بتغلط. طيب هلأ حالياً بكهف الفنون. نعم. بصير في بعض الترميم. نعم. للمكان. نعم. ليش؟ شو صار في صار في انزلاقات؟ هو بتعرف يعني؟ انه في انزلاقات بالتربة عادة. نحن بأول الشتاء من كل. نعم. سنة بنعمل حماية للمكان التراثي والتاريخي اللي. نعم. عمره 400 سنة. نعم. يعني المية اللي عم تتسرب عم نجرب نأمنها، وحتى عم نجرب نمرقها بأسلوب حلو، يعني نعمل لها قناية تبين وكأنها منبعة من هون وعم تسقي الزريعة من تاني ميل. أوكي. بهذه الطريقة يعني قريبا بصير جاهز. نعم. حتى عم نتابع، نحن بلشنا من فترة ببناء الأنفاق والدهاليز الصخرية والحجارية. نعم. وعم نكملها هلق. الجلسات الثقافية والشعرية وكل هالجلسات. نعم. اللي بتستضيف فيها كمان كتار من الضيوف اللي بتعملها باستمرار بعدها مستمرة اليوم. نحن خلصنا بالموسم الصيفي. نعم. لأنه نحن عادة الأمسيات الشعرية والثقافية. نعم. عم بتكون خلال موسم الصيف، لكن الأهم هو اليوم هو مطروح إنشاء مركز ثقافي. نعم. متمم لكهف الفنون، وهذا الشيء طبعا أكد عليه بتوجيهات من وليد بيك جنبلاط خلال زيارته لكهف الفنون المرة الماضية، إنه صار لازم ينعمل مركز ثقافي. نعم. كون إنه كهف الفنون وجمعية كهف الفنون ومجلس الأمناء عم بيقوموا بنشاطات على مستوى الوطن، وعم بيجيبوا نخبة من الناس المثقفة. نعم. ومن هيدا هو اللي هلأ عم تحاولوا تتأسسوا. نعم. المركز هيدا الثقافي. هلأ تركيزنا على هيدا الشيء، على إنشاء مركز ثقافي، لأنه المنطقة بحاجة وكهف الفنون بحاجة لاحتضان أعمال الفن، كان رسم أو نحت أو فسيفساء بيوثقوا التراث اللبناني. حضرتك إذا في ترميم أو إذا في بإيدك. نعم. حكما. بتشتغل حكما. بيكون معك ناس أكيد. عندي. نعم. عندي عمال. نعم. بهيول البطون الجبل، في أحجار ثقيلة ما فيك تحملها وحدك. نعم. لكن أنا بتابع التفاصيل يعني حتى أشتغل أيام بلا كفوف وبيهتروا شوي من صبيعنا. هيدا الشيء، هيدا الشيء شو هو؟ شغف. هيدا شغف بس في. نعم. خبرة بالموضوع؟ ما في خبرة، أنا اكتسبت الخبرة إذا بدك خبرة ذاتية من أخطاء. نعم. العمال اللي اشتغلوا عندي قبل. نعم. يعني شوف شيء عم بيتركب مش مزبوط، في بطون مش عم يعني ينعطى حقه للحجر بالبطون لتمكينه، يعني عم بضطر اليوم أنا هدم إشياء معمرينا قبل ناس، لأنه في فراغات. نعم. بقلبها ممكن على المستقبل بعد 50 سنة أو 100 سنة. نعم. ترجع تهبط. نعم. لهالسبب إعادة الترميم هو ضرورة ملحة بهذا الوقت. نعم. غندي بس ذكرنا بقصة يوم المحامي، أي متى، أي ساعة، أي ساعة، وين، وشو وهيك ببرنامج. نعم. بشكل سريع. الدعوة هي عامة. نعم. لكل وسائل الإعلام، لكل المثقفين، لكل النخبة.
يلي بتهتم بالثقافة حيكون بالثلاثة القادم بعشرة عشرة نعم ببيت المحامي الملاصق لوزارة العدل. لوزارة العدل في نعم. رح يكون عروضات فنية وغير فنية للجانب نعم. الآخر من المحامين نعم. رح يكون في ندوات، رح يكون في كمان لألك شيء. أنا حكون عامل ورشة نعم. مباشرة كتدريب نعم اللي بحب من المحامين والمحاميات نعم. النحت على شمع العسل نعم. وفي ناس ممكن تحب تكتسب إذا بدك هيك أفكار جديدة بطريقة معينة من خلال الرسم أو نعم. النحت وكيف تحويل هالشمع لمادة البرونز. أنا بتمنى لك التوفيق غندي دايما اسم الله عليك. 24-24 شغال وإن شاء الله بيضل وقتك مليان لأنه هذا الشيء نحن نعرف شغفك لهالموضوع هيدا. شكرا. وتحية لمنطقة الجهلية وأهلا كمان. شكرا. شكرا لك.